طيب خلينا نروح سريعا لشاب اسمه مينا اشرف، بيشتغل اخصائي اعاده التأهيل العصبي والعلاج الطبيعي. مينا قدر انه يطور نسخه خفيفه الوزن وبسعر مناسب من جهاز بيساعد المصابين بالشلل على ان هم يعرفوا يتحركوا مره تانية. طور أخصائي إعادة التأهيل العصبي والعلاج الطبيعي مينا أشرف نسخة خفيفة الوزن وبسعر مناسب من جهاز يرتديه المرضى المصابون بالشلل لمساعدتهم على الحركة مرة أخرى. احنا طورناه في التكنولوجيا بتاعت الإكزوسكيلتون، إن كوزموس إكزوسكيلتون من ضمن الأجهزة الأخف وزنا في العالم، أول IoT إكزوسكيلتون في العالم قابل للاتصال بالإنترنت، وفي عمليات كتير من عمليات التشغيل بتاعته وتحليل البيانات ليها علاقة بالإنترنت. رقم ثلاثة، تاني جهاز في العالم قابل للفك والتركيب لخمس قطع، سهل التنقل من مكان لمكان سواء للمريض أو سواء للدكتور المشغل للجهاز. رابع حاجة والفيتشر الأهم، إن إحنا بنقدر النهاردة لأول مرة في العالم إن إحنا نقدر نتحكم في القوة الخارجة من الجهاز، بحيث نحفز المريض اللي عضلاته بدأت إنها تشتغل إن هي تطلع الطاقة القصوى ليها أو القوة القصوى ليها، والجهاز يكمل الباقي في سبيل تحقيق الوظيفة الحركية. يهدف أشرف من خلال شركته الخاصة إلى تمكين جميع المصابين بالشلل من الحركة وتوفير الجهاز في مصر بأسعار أقل من القيمة السوقية العالمية لمنتجات مماثلة. بالإضافة للمواصفات التكنولوجية اللي احنا أدخلناها على التكنولوجيا دي جديدة، الفرق بيننا وما بين باقي شركات الإكزوسكيلتون في العالم العامل بتاع سعر الجهاز أو ثمن الجهاز. التكنولوجيا دي موجودة في العالم من سنة 2001، لكن للأسف ما دخلتش مصر وما دخلتش كتير من الدول النامية بسبب سعرها الغالي جدا المبالغ فيه، اللي بيكون في حدود ال 80 أو ال 100 ألف دولار، فدي تكلفة كبيرة جدا عن المريض انه يقدر يمتلك تكنولوجيا زي كده، وعلى مقدم الخدمة الصحية انه يقدر يكون جهاز واحد في المستشفى او في مركز التأهيل بالسعر المبالغ فيه ده. فاحنا كان من ضمن اهدافنا ان احنا نحاول نطور التكنولوجيا دي في مصر بالاسلوب الخاص بيها، بالتكنولوجيا اللي احنا عايزين ندخلها عليها، وبسعر يكون معقول نقدر نوفره ويكون سهل للانتشار للمريض ولمقدم الخدمة الصحية في مصر، ومش في مصر بس، في كتير من الدول النامية. الجهاز بيساعد مريض الشلل الرباعي على استعادة قدرته على الحركة وإعادة فكرة التأهيل، فكرة ان هو يمشي، فكرة ان هو يقف، فكرة ان هو يتحرك، دي ما كانتش متوفرة بالنسبة للمريض ده. دلوقتي بقت موجودة وبقينا قادرين ان احنا نساعد المريض ده بشكل افضل ونعيده للحياة بشكل احسن. فرق في حياتي في حاجات كتير جدا، ان انا ما كانش الموضوع ان انا اقف ده كان في وقت من الاوقات كأنه حلم ممكن يرجع او ممكن ما يرجعش. لما ابتديت اقف بالجهاز ابتديت الامل يرجع تاني ان انا ممكن اقف، ممكن اتحسن، وده طبعا انعكس على ارادتي كلها، انه اداني اراده قويه جدا ان انا اقدر اكمل واوصل للنتيجه اللي انا عايزاها. بيفرق في حياه الناس في ان انت بتبتدي تاني، الامل اللي بيديهولك وانت واقف بيخلق عندك قوه من جواك ان انا لا انا ممكن ارجع اقف تاني.